هل البايوتين فعال في علاج الصلع الوراثي؟ البايوتين هو فيتامين ووتر سولوبل بيدوب في المياه، وهو واحد من البي فيتامين، متواجد في العديد من الاكلات وبرضه بيتباع في محلات المكملات او الصيدليات، وغالبا بيتم بيعه على هيئه مكمل لتحسين الجمال سواء الشعر او البشره او الاظافر، وده بسبب الفوائد المزعومه ليه لنمو الشعر والاظافر بسبب زياده انتاج الكيراتين. وعلى الرغم ان البايوتين مهم لنمو الشعر، على ان استخدامه كمكمل لعلاج سقط الشعر هو حاجه مضله شويه. هو نقص في البايوتين هيؤدي لتساقط الشعر، بس خلينا واقعيين، فرصه حدوث نقص في البايوتين نادره جدا جدا، وحالات نقص في البايوتين غير شائعه تماما الا في الدول الناميه. عشان كده في الغالب معظم الناس اللي بتشوف الفيديو ده مش محتاجين يقلقوا حوالين الموضوع ده. الناس اللي بتحب تاكل البيض ني ممكن يعانوا من نقص البيوتين، بسبب ان البيض بيحتوي على بروتين اسمه افيدين اللي بيلتصق بالبيوتين بصوره كبيره اثناء الهضم وبيمنع امتصاصه. بس لحسن الحظ البروتين ده بيتكسر لما بتطبخ البيض، وحتى الناس اللي بتحب تاخده ني لازم ياخد كميه كبيره على فتره طويله، زي مثلا 6 بيضات نيين كل يوم على مدار شهور. فأطعمة كتير بتحتوي على البيوتين زي البيض والكبده والسلمون، ولو عايز مصادر نباتيه في الفراوله والسبانخ والبروكلي وغيره. طب في ناس ممكن تقول لو انا ما عنديش نقص في البايوتين، فهل لو خليت نسبة البايوتين عالية في جسمي هل ده يحفز نمو الشعر؟ والإجابة ان البايوتين هو فيتامين ووتر سولوبل زي ما قلنا، فالجسم يتخلص منها بسرعة، مش بيخزنها عكس الفيتامينات الليبيد سولوبل زي فيتامين ايه مثلا اللي الجسم بيخزنها في الاديبوس تيشو اللي هي الانسجة الدهنية. في حالة ما ننصحش ان اي حد ياخد فيتامين ايه بجرعة كبيرة، لان الاعراض الجانبية خطيرة بسبب الفيتامين ايه توكسيد. لو عندك صلع وراثي انصحك انك تلجأ للحلول المصرحة والمثبت فعاليتها زي المينوكسيديل والفينسترايد بعد استشارة طبيب متخصص طبعا، او ممكن الموقع الخاص وتقرا المقالات اللي انا كاتبها عن الصلع الوراثي بالمصادر مرفقه. اللينك في البايو، متنساش تعمل فولو عشان يوصلك كل جديد.